ولكن عايز أبدأ بحاجة كانت شغلة بال كل الناس على السوشيال ميديا. والهدف من الموضوع اللي هتكلم فيه دلوقتي رغم أنه خلاص اتقفل بعد ما خالد عبد الفتاح اعتذر لجماهير النادي الأهلي عبر صفحة النادي الرسمية سواء على الفيسبوك أو على كل منصات السوشيال ميديا المتعلقة بالنادي الأهلي، ولكن بعد الموضوع ما اتقفل لاعب هنا بشكل عام أحد اللاعبين اللي تخطى الخطوط الحمراء وتعرض لجماهير النادي الأهلي بالسباب، وللأسف لغاية اللحظة دي ما فيش أي عقوبة صدرت ضد هذا اللاعب. مجرد ما عرف لاعب النادي الأهلي خالد عبد الفتاح أنه أخطأ على طول كان فيه اعتذار. الموضوع يتقفل على كده؟ لا للأسف، في ناس بقى بتحب تنظر، دورها أن هي تنظر وبس. بس بتنظر على مين؟ هي مش بتنظر في أي قضية، هي بتنظر على الأهلي وبس أيا كانت القضية أيا كان الموضوع. ما شفتش مثلا تنظيرهم ده مثلا اني قال ان اللاعب ده اخطا، لاعب بيراميدز اخطا، سب جمهور الاهلي، فين قرارات لجنه الانضباط، مهاجمه او انتقاد ناديه على التصرفات اللي حدثت وما فيش حد شجب او ادان هذا التصرف. لا، التنظير على الاهلي. التنظير على الاهلي ازاي؟ بيقول لك المفروض النادي يكون عنده رساله لنبذ التعصب. اوكي، بس هل وانت بتتكلم وبتقول كده انت اساسا بتقدم محتوى بينبذ التعصب، ولا هو اللي بيعمل إثارة وتعصب في الوسط الرياضي وفي الوسط الإعلامي؟ دي أكتر حاجة بتضايق الواحد وهو بيتفرج على كل الموضوعات اللي بيتناولها الإعلام الرياضي تجاه النادي الأهلي، هو التنظير. ولكن أنا التنظير ده ما بشوفوش بقى لما بتشوف لعيب أخطأ إزاي تنتقده، إزاي تعاقبه، إزاي تقول له ده غلط، إزاي تقول لناديه إزاي ما يكونش فيه قرار تربوي. لا، ده ما بيحصلش. لكن لما النادي الأهلي يحافظ على حقوق جماهيره وفي نفس الوقت يكون في تقويم لاحد لاعبيه ان جماهير النادي الاهلي ده هي الاساس في المقام الاول، بدل ما تقول ان ده صح لا تقعد تنظر على النادي الاهلي في مساله نقول ايه وما نقولش ايه والكلام ده كله. وعلى فكره، فكره انك برضه تدي امثله على فكره اللي اخطا واعتذر ولا ما اعتذرش، خد بالك جمهور الاهلي هو الحاجه الوحيده اللي لها الحق ان هي تقبل اعتذار اي شخص او ما تقبلش اعتذاره. وقبل ما تتكلم على الاعتذارات اتكلم في الاساس، وقعت عليه عقوبات ولا ما وقعتش عليه عقوبات؟ لاعب بينتمي للاهلي ولا كان في مدرسه تانية بعيده عن النادي الاهلي؟ للاسف التنظير على السوشيال ميديا او في الميديا بشكل عام بيبقى نابع من تعصب الشخص اللي بيتكلم تجاه النادي الاهلي. نفسي اشوف التنظير ده في لعيب اخطا في حق الاهلي او جمهور الاهلي، او حتى تنظر على اتحاد الكوره او اي لجنه من اللجان ما بتتخذش قرارات قويه تجاه لاعب اساء لمنظومة الكرة المصرية بشكل عام نتيجة تلفظ بألفاظ لا يجب أن تكون في الملاعب الرياضية. طبعا لسه في ناس هتبرر ولسه في ناس هتتكلم، بس أنا بقول لكم الملف اتقفل، وبمجرد اعتذار خالد عبد الفتاح القصة اتقفلت. اللي عايز ينظر بقى براحته يكمل مع نفسه، ولكن كان ضروري جدا نوضح لكل السادة المشاهدين ولكل الرأي العام اللي بيتابع سوشيال ميديا أو الميديا، اللي بينظر ده بيطلع في بعض الفترات لما يلاقي الامر متعلق بالاهلي. طب امر مش متعلق بالاهلي ما بتلاقيهوش، على طول بيضرب غطس وما يظهرش الا لما تطلع قصه جديده تتعلق بالنادي الاهلي. عموما ده جانب للاسف موجود في الوسط الرياضي او في الوسط الاعلامي.